البعض يتحدث عن وجود ثقة متبادلة بين الملك محمد السادس وبين عزيز خنوش رئيس التجمع الوطني للأحرار الذي يعني ظل على رأس وزارة الفلاحة تقريبا منذ سنة 2007، أي هي ثقة كبيرة في هذا الرجل. وأيضا هذا الرجل استطاع فرض شروطه حين الأزمة بينه وبين عبد الإله بن كيران في تشكيل الحكومة، وأيضا فرض شروطه على سعد الدين العثماني رئيس الوزراء المكلف. هنا البعض يتحدث عن أن هذا الحزب هو يعني مدلل عند السلطة، عند القصر الملكي، والذي يضم كما ذكرنا يسمى عندكم في المغرب على ما أعتقد تجمع رجال الأعمال في المغرب، إذن لديه نفوذ كبير واستطاع ترسيخ هذا النفوذ حتى ربما تهيئت له الظروف في هذه الانتخابات حتى يكون رقما صعبا منافسا للعدالة والتنمية. لا، هو صحيح ان عزيز أخنوش هو قبل كل شيء هو صديق للملك، وهو زعيم الحزب السياسي الوحيد في المغرب الذي زاره الملك في احد اشهر رمضان الفائت الى منزله وتناول معه وجبه الفطور، وهذا الامر له دلالات رمزيه في بلد مثل المغرب الذي يفترض في ان الملك يجب ان تكون له مسافه بين جميع الاحزاب وبين جميع القوى السياسيه. ولكن يجب ان نفهم امر اخر، الامر الاخر هو ان اعتقد ان القصر قد استفاد من الدرس السابق، هذا الدرس السابق هو انه فشل في أن يوصل إلى الحكومة الحزب الذي كان يدعمه مستشار الملك، وبالتالي من بين أسباب نجاح حزب العدالة والتنمية في انتخابات 2016 هو الدعم القوي الذي تلقاه حزب الأصالة والمعاصرة من طرف أجهزة الدولة بشكل سافر، وبالتالي أعتقد أن القصر لن يغامر بإعادة إنتاج نفس السيناريو مع حزب التجمع الوطني للأحرار ومع شخصية عزيز أخنوش. يمكن أن نقول بأنه هو سيناريو محبب لدى القصر أن يصل عزيز أخنوش، خصوصا أن عزيز أخنوش له علاقات مع أطراف خارجية اليوم هي في تحالف مع المغرب، أقصد بذلك مثلا الإمارات العربية المتحدة. ولكن القصر في نفس الوقت لن يخسر كثيرا إذا صعد حزب العدالة والتنمية للمرة الثالثة، خصوصا أنه كان حزبا طيعا وأنه استطاع أن يمرر اختيارات اجتماعية قاسية، وبالتالي وحتى إذا صعد حزب الاستقلال هو حزب ملكي، حزب الأصالة والمعاصرة كذلك هو حزب مقرب بنا من شخصية نافذة داخل القصر، بمعنى أنه في نهاية المطاف أن يصعد حزب العدالة أن يصعد حزب التجمع الوطني للأحرار هو سيناريو محبب عند القصر الملكي، ولكن ليس بهذه القطعية وليس بهذه الحسم، بمعنى أن إذا صعدت اختيارات أخرى فإن هذا يعني بأن القصر سيكون مستاء. أعتقد بأنه لن يكون مستاء من صعود. تحدثنا عن علاقات عزيز أخنوش حتى الخارجية اليوم، هناك أيضا من يقول بأن هذه العلاقات الخارجية هي محبذة ربما للمسار الذي تنتهجه المغرب على ضوء العلاقات مع الكيان الصهيوني، أيضا مع دولة الإمارات القريبة من الكيان الصهيوني، وربما سيكون من المفضل لهذه القوى التي ذكرناها بأن لديها علاقات قوية مع عزيز أخنوش أن يصل هو لرئاسة الحكومة في المغرب. وهنا الحديث عن ربما كما ذكرت الدكتور حتى أنت بأنه من المفضل أن يصل عزيز أخنوش، هل يمكن القول بأن هذه الانتخابات يعني كما تحدث حزب العدالة والتنمية بأن هناك خروقات تمت حسب بيان الرسمي للحزب، قال أن هناك خروقات تمت اليوم بأنه ربما يكون هناك تلاعب أو ما إلى ذلك أو حتى تأثير غير قانوني على هذه الانتخابات من قبل تكتلات إعلامية أو مالية يمكن أن تحدث تغييرا في المشهد السياسي المغربي؟ هو صحيح بأنه بالنسبة للعلاقات الخارجية المغرب أو تحالفاته الجديدة خصوصا بعد انخراطه فيما سمي باتفاقية أبراهام أصبح وجود حزب العدالة والتنمية على رأس الحكومة مكلفا، لا ننسى بأنه المغرب كانت لديه ضغوط في مناسبات كثيرة من طرف المحور الإماراتي أساسا وحتى من السعودية في مرحلة من المراحل، خصوصا في المرحلة التي سميت بمرحلة صعود الثورات المضادة،
في الجوار الإقليمي، ولكن يجب أن نفهم مسألة أخرى، أن المغرب يختلف عن دول أخرى في أن الحكم في المغرب في علاقته بإسلامية العدالة والتنمية تحديدا لا ينهج منهجا استئصاليا، بمعنى أنه من مصلحته أن يتم إضعافهم ظرفيا ولكن ليس إلى درجة استئصالهم، لأنهم يقومون كذلك بأدوار أخرى ليس على مستوى لجم حركية الحركية الاجتماعية بالداخل، وكذلك يلعب حتى أدوارا خارجية. لنلاحظ مثلا أنه بعد ما حدث من أحداث غزة والعدوان الإسرائيلي الأخير، فإن العدالة والتنمية لعبت أدوارا خارجية لصالح المغرب حينما تم استقبال إسماعيل هانية هنا، وبالتالي المراقبين كانوا يعرفون أن المغرب عبر استقباله لهانية كان يلعب أدوارا في تسهيل عملية المفاوضات الغير معلنة بين الأطراف المتدخلة في هذا الصراع. ولذلك أنا أتنبأ بأن حزب العدالة والتنمية لن يكون في رئاسة الحكومة، ولكن أتنبأ كذلك بأنه سيكون جزءا من الحكومة المقبلة رغم هذه المناوشات بينه وبين حزب العدالة والتنمية. ما تحدث عنه حزب العدالة والتنمية اليوم من وجود خروقات، أعتقد أنه هذه الخروقات صحيح، ولكن هي ليست خروقات جديدة، هذه الخروقات كانت كذلك في انتخابات 2016 وفي انتخابات 2011، ولكن حزب العدالة والتنمية لم يكن يتحدث عنها كثيرا لأنه كان مؤمنا بإمكانية نجاحه رغم كل شيء.